أرحب بكم طلابنا الأعزاء في هذا اللقاء الجديد في مادة نظرية الإنشاءات، واللي راح يكون موضوع وعنوان جديد هو Influence Line for Statically Determined Structures، خطوط التأثير للمنشآت المحددة استاتيكيا. ومثل ما قلنا سابقا، احنا عندنا نوع من المنشآت، منشآت محددة استاتيكيا اللي هي عدد المجاهيل بها لا يزيد عن 3، وبالتالي بإمكاننا استخدام معادلات التوازن الثلاثة اللي هي سيجما اف اكس equal to 0، سيجما اف واي equal to 0، سيجما مومنت equal to 0. وعدنا نوع آخر من المنشآت، هي المنشآت غير المحددة اللي تكون بها عدد المجاهيل أكثر من 3 بالنسبة للمنشأ ككل، وبالتالي نحتاج إلى طرق راح نأخذها بالفصل الدراسي الثاني على مود نحلل هذا النوع من المنشآت. فإحنا بالنسبة لنا الانفلونس لاين اللي راح نأخذه خطوط التأثير، راح نأخذ المنشآت المحددة استاتيكيا فقط، ما راح نأخذ المنشآت الغير محددة، وبالتالي الرسومات كلها راح تكون لينير، لأنه بالنسبة للمنشآت غير المحددة الانفلونس لاين يكون عادة كيرفات. فالانفلونس لاين بالنسبة للستاتيكلي ديتيرمينت ستراكشر يكون عادة خطوط مستقيمة. زين، ما أصور عندكم تصور عن هذا الموضوع، فراح نأخذ لنا في مثال بسيط نوضح شنو الفكرة وشنو الغرض من دراسة هذا النوع من المواضيع. تصوروا إذا كان عندنا هذا الجسر، عندنا جسر بهذا الشكل A B C D E F. طبعا هنا أكو مساند واضح جدا اللي هي هذا المساند شلون رولر، هنا هنج أكو، هنا عندنا internal hinge موجود. وفرضا احنا نريد نصمم الكولوم بي جي، هذا الكولوم بي جي نريد نصممه للاكسيال لود. فواضح جدا انه موضوع الانفلونسر متعلق بموضوع الجسور، لانني يعني تطرقت الى هذا الموضوع بشكل بسيط في المحاضرة السابقة. فنريد نصمم مثلا الكولوم بي جي، شنو اللي نحتاجه؟ شنو راح نسوي؟ طبعا احنا لازم نوجد الاكسيال فورس اللي تاثر عليه، وبالتالي راح نصممه. زين، بغض النظر عن مساحه مقطعه وتعرضه للمياه، هذه الامور الثانيه، هاي امور بعدين يمكن تاخذها بنظر الاعتبار، بس نريد مبدئيا نصممه. هذا كومبريشن منظر نحتاج نوجد الاكسيال فورس فيه. زين، فمثل ما قلنا نحتاج نوجد الاكسيال فورس او الرياكشن بوينت فيه، نحتاج نوجد الرياكشن بوينت فيه اللي هو راح يكون اكسيال فورس على الكولوم بي جي. وبالنسبة للجسور احنا شنو الاحمال؟ احد الاحمال اللي راح تكون عندنا احمال المركبات. طبعا الجسور عادة تصمم على احمال مركبات قياسية، فهذه المركبة عندنا من تتحرك من نقطة A الى نقطة F راح تتغير قيمة الاكسيال فورس او الرياكشن B. فخلال عملية التحرك مال المركبة راح تتغير قيمة الاكسيال فورس على نقطة B، فنحتاج ان نسوي شيء اسمه انفلونس لاين، الانفلونس لاين للرياكشن بي. بالنسبه للانفلونس لاين للرياكشن بي فهي عباره عن قضيه واحده نعتمد على مبدا اسمه مبدا الفيرتشوال وورك او اليونت لود. نرفع هذا الرياكشن مقدار وحده واحده ونثبت بقيه الرياكشنات ونشوف شكل التشوه اللي راح يصير بالمنشا. فهذا راح يكون عندنا انفلونس لاين بهذا الشكل. طبعا راح ناخذ طريقه حساباته التفصيليه، بس هذا هيك بس مثال أوصل لكم الصورة ليش ندرس موضوع الانفلونس لاين. فعندنا مثلا هذا مثل ما قلنا بنقطة B، شوف هذا هنا أنا الجسر مخليه بخط فاق، فهنا عندنا وحدة واحدة هنا راح يرتفع 2، طبعا التشابه المثلثات هذا مثلا هنا 5 هنا 5 فهذه 10 المسافة فراح يكون 2، هنا راح يكون عندنا 4 أيضا مبدأ تشابه المثلثات، لأن هذا المثلث ارتفاع 2 وقاعدته 2 بينما هنا 4 فلازم الارتفاع 4، فهذا انفلونس لاين بالرياكشن بي. زين، ومثل ما قلنا راح تتغير قيمته لطالما ان المركبه تمشي على طول هذا الجسر. فاذا كان عندنا شنو قلنا راح نستخدم طريقه الفيرتشوال وورك الشغل الافتراضي او اليونت لود طريقه الوحده الواحده. فإذا كانت عندي مثلا يونت لود أو هذه المركبة اللي راح نفرضها هنا بهذا المكان، فقيمة الرياكشن راح تكون صفر. ليش؟ لأنه راح نضربها بالقيمة المقابلة لها بالرسم مال الانفلونس لاين فتكون صفر. زين، ماذا لو كانت المركبة فوق النقطة B
فراح تكون قيمة الرياكشن بيها واحد. ماذا لو تحركنا للنقطة هذه؟ راح يكون قيمة الرياكشن بي 2 إذا حركنا المركبة هنا. وهذه الإشارة شنو؟ طبعا هذه الإشارات بوزيتيف معناها اتجاه الرياكشن للأعلى. زين، لو تحركنا لهذه النقطة هنا، نقطة التقاطع، فراح يكون قيمة الرياكشن بي 0. هذه السيارة تحركت كأنما وصلت إلى هذه النقطة، فقيمة الرياكشن بي شو راح تكون؟ راح تكون عندنا 0. حركنا بعد وصلنا لهذه النقطة، راح يكون عندنا قيمة الرياكشن بي ناقص 4، وناقص 4 معناها اتجاه الرياكشن للأسفل. إذا وصلنا للنقطة الأخيرة هنا، قيمة الرياكشن بي راح تكون 0. فإذا قيمة الرياكشن بي راح تتغير طالما أنه المركبة تمشي على هذا الجسر ويتغير موقعها. اعتمادا على هذا الموقع راح نعرف قيمة الرياكشن جديد. زين، ناخذ لنا مثال بسيط. ماذا لو كانت المركبة القياسية اللي أريد أصمم هذا الجسر عليها، مثلا طبعا هذا الرقم قليل، 5 كيلو نيوتن، 5 كيلو نيوتن تقريبا يعني نصف. زين، فإذا أريد أعرف ماكسيموم نيجاتيف رياكشن، أريد أعرف أعظم عزم سالب بي، شو أسوي؟ أضرب هذه 5 كيلو نيوتن الوزن في الارتفاع اللي موجود عندنا هنا بالكيل اللي هو ناقص 4، فأربعة في 5 يطلع 20 كيلو نيوتن. بس أنا أريد أصمم الكولوم بيجي قلنا، فلازم نوجد أعظم رياكشن سالب وأعظم رياكشن موجب حتى على مود أصمم على أساس الكولوم. فهذا بالنسبة للنيجاتيف. زين، بالنسبة للماكسيموم بوزيتيف رياكشن فورس آت بي، إيش راح يصير عندنا؟ عندنا أعلى قيمة موجبة هي 2، فاثنين أضربها في وزن المركبة فيطلع عندي 10 كيلو نيوتن، وهذا ماكسيموم بوزيتيف رياكشن آت بي، فهذا اتجاه للأعلى. فأنا هسه من أريد أصمم هذا العمود بكل بساطة، إذا أريد أصمم البي جي فأصممه يتحمل أقصى قوة ضغط مقدارها 10 كيلو نيوتن وقوة شد مقدارها 20 كيلو نيوتن. فهذه هي الفائدة الرئيسية من معرفة موضوع الانفلونس لاين بالنسبة للجسور. طبعا طريقة الحسابات التفصيلية بعدنا ما أخذناها، بس هذا مثال مبسط أريد أوصل لك الفكرة إنه هذا الموضوع ليش ندرسه. زين، فعندكم سؤال اخوان؟ سؤال عندكم؟ فهذا هو الغرض الاساسي من دراسه موضوع الانفلونس لاين. طبعا الموضوع يحتاج الى شو اسمه تخيل شكل الفشل، فراح نبدي بيها من خلال الرياكشن، شلون نرسم انفلونس لاين للرياكشن رد الفعل، وانفلونس لاين للشير، وبعدها انفلونس لاين للمومنت. وطبعا عندنا انواع مختلفه، عندنا العتبات راح ناخذها بيمز، راح ناخذ الجيردرز الجسور الرئيسيه المين بيم بالجسور، وراح ناخذ كذلك التراسز بالنسبه للتراس. فاول البدايه راح ناخذ موضوع الرياكشن influence line for cantilever or semi supported beam. أريد نرسم influence line للرياكشن سواء cantilever beam أو semi supported. وليش فصلناها بهالطريقتين؟ لأن cantilever طريقة الرسم إليه تختلف عن semi supported beam. فخلنا نفرض إنه عندنا هسه هذا cantilever beam، أكو fix support A والB هي الفريين. طبعا إحنا قلنا شنو؟ إنه المركبة تتحرك على طول هذا، فشنو نخلي وحدة واحدة تتحرك على مسافة مقدارها x، لأنه إحنا ما نعرف هذه المسافة جديد. زين، فنوجد ردود الأفعال، بعد ذلك نرسم الـ influence line. الـ influence line شنو نسوي فيه بالضبط؟ الفكرة الأساسية منه، لو راد مثلاً influence line بأي، شو تسوي؟ ترفع الرياكشن A مقدار وحدة واحدة وتثبت بقية الرياكشنات ما صعد. بالنسبة للكانتليفر عندنا رياكشنات وبس رياكشن واحد، فالكانتليفر من رفعه وحدة واحدة راح يرتفع بشكل مستطيل بهذا الشكل. ليش؟ لأنه اكو فري اند بالنهاية، هذا ما ثابت. وبالنسبة للفيكس سبورت، الفيكس سبورت مملوء بالروتيشن، فمن نرفع الرياكشن اي مقدار وحدة واحدة، الفري اند البي ايضا راح ترتفع وحدة واحدة، فيكون الرسم مستطيل موجب بهذا الشكل. فهذا بالنسبة للإنفلونس لاين الخاص بالكانتليفر بكل بساطة.
طبعا احنا راح ناخذ حالات فيها مركبة اللي هي جزء فيبا ورولر وبين سبورت زائدا انترنال هينج. طبعا الهينج هنا راح يكون ايضا جدا مفيد بالنسبة لنا. فهاي بالنسبة للفيكس، ليش ارتفع بهالشكل هذا بدون دوران؟ يعني ليش ما صار مثلث كأنما؟ لأنه الفيكس سبورت ممنوع من الروتيشن. هذا مثال بالنسبة للكانتليفر بيم اللي هو طرفه يكون فيكس سبورت وأكو فري. زين ماذا لو كان عندنا سمي سبورت بيم؟ الشغلة التقليدية اللي عادة بالجسور. بالجسور القطع هي عبارة عن سمي سبورت وحدة متصلة بالثانية. مثل ما شفنا بالضبط بالمثال الأول اللي وضحت لكم ليش ندرس موضوع الانفلونس لاين. فلو نريد مثلا لو نريد نسوي انفلونس لاين للرياكشن بي، شو نسوي؟ نرفع الرياكشن بي كأنما وحدة واحدة ونثبت الرياكشن اي، فراح يكون الرسم عندي عبارة عن مثل. ليش؟ لأن قلت لكم إذا أريد انفلونس لاين بي نرفع الرياكشن بي وحدة واحدة ونثبت بقية الرياكشنات على العتبة، فهذه قطعة واحدة كأنما راح تصير بشكل مثلث بهذا الشكل. زين؟ فأكو سؤال على هذا اللي شرحته هسه؟ Influence line is semi-supported, fixed support. الفكرة نرفع الرياكشن وحدة واحدة ونثبت بقية الرياكشنات. بالنسبة للفيكست ممنوع من الدوران، بس هذا بمجال الدوران فراح يصير مثلث. أي. زين؟ هسه احنا شنو نريد نشوف الفرق بيناتهم؟ فقلنا انفلونس لاين فور فيرتيكال رياكشن باي سوينا رفعناه وحده واحده وهذا لانه فري اي صار رسم هذا الشكل مستقيم. بالنسبه للانفلونس لاين بي رفعناه وحده واحده وثبتنا لاي صفر فصار رسم مثلث بهالشكل. لو نريد الانفلونس لاين للاي شو نسوي؟ المثلث راح يصير هنا يرتفع وحده واحده وراح يكون صفر بي فالرسم مثلث من هذه الجهه. زين؟ فأرجع أقول لك هنا شنو أكو pin support فدائما نثبته خليه صفر والفري إن ممكن أن ترتفع بمقدار واحدة لأنه هذا مو support بحيث نثبت مكانه وتكون قيمة الانفلونس لاين بي صفر. فهذا الفرق إذا كان عندنا كان fiber beam اللي هو مثل ما قلنا free end fix support وsemi supported beam اللي هو الطرف عندي واحد رولر واحد. زين هسه احنا راح ناخذ امثله بها حالات يعني. فاني عرفت انه ما عندكم سؤال فنكمل. فهذا عندنا عتبه، هاي عندنا طبعا العتبه لو تنتبه لها هذه راح تكون قطعتين، عندك ال A B C D، عندنا رولر ات A و C E، عندنا pin support ات B، وعندنا internal hinge internal pin او hinge ات B. وشرحت لكم شنو هو الهنج بمثال بسيط، قلت لك كانما افرض جايب لك قطعتين داخلين بمسمار تمنع الحركه العموديه، تمنع الحركه الافقيه، لكن قيمه المومنت بي تكون صفر. فهذن كانما قطعتين بي. حتى هذه هنا هم بها عدد القطع. قطعه اي بي وقطعه عندك بي سي بي. زين؟ فعندك هنا ريأكشن انفلونس لاين ان بيز وذ اترنال هنج. زين؟ ايش طالب من هنا؟ كاتب لك سؤال. قايل لك draw the influence line for reaction at A. شو اتفقنا عادة بالشي اسمه من اريد نرسم influence line للreaction؟ يا reaction مطلوب اي الرفع مقدار وحدة واحدة، وش نسوي؟ نثبت بقية ال شنو الreaction، نثبت ال C ونثبت ال D. ال internal hinge ما يثبت، يتحرك، بالعكس هو راح يعطينا flexibility بالحركة. زين هذه القطعة ال B وال C وال B من أثبتها B وال C هل راح ترتفع لو ظل ثابتة مكانها؟ سؤالي الآن لكم، إحنا قلنا إنه هذا ال B قطعتين راح نرفع ال reaction A بمقدار وحدة واحدة. بالنسبة للقطعة D C B هذه القطعة الثانية اللي هي لليمين، أنا راح أثبتها بال D وراح أثبتها بال C بحيث ما ترتفع. هل يعني هل القطعة هاي راح ترتفع لو تظل ثابتة مكانها؟ من يجاوبني؟ عافية ثابتة. السبب بسيط جدا، انه انا مثبتها بنقطتين، هي تشبه كأنما ثبتها من موقعين،
تقدر ترفعها من موقع ثالث، فراح تظل ثابتة بمكان. اللي راح يرتفع هو بأي، فراح يكون عندنا مثلث، راح يكون عندنا مثلث بهالشكل هذا. القطعة دي سي اي راح تكون ثابتة ما تتحرك، أما الأي بي فالأي راح نرفعها وحدة واحدة والبي راح تظل ثابتة. ليش؟ لأنه بسبب تثبيت نقطة سي والدي. فهذا الانفلونس لاين بالنسبة للرياكشن بين. واضح ليش هيك صارت اخوان؟ هذا البرنسبل مهمة بالبداية لازم تفهم ان تركز بيه. بعدين راح تكون المواضيع اللي وراها سهلة لأنه تعتمد عليها. سؤال اكو على هاي؟ كالعادة ما تكتبون ما هي؟ إذا ماكو سؤال، اللي عنده سؤال خليه يكتب لي اخوان ارجع لهني. زين هسه المطلوب شنو هالدور؟ يريد من عندي الـ influence line for reaction at C. بس احنا ايش قلنا؟ طلعنا الـ A. اذا اريد الـ influence line للـ reaction بـ C شو نسوي بالبداية؟ نثبت A ونثبت الـ D والـ C نرفعها مقدار وحدة واحدة. بس انا من ارفع الـ C مقدار وحدة واحدة هذا اللي ينجي بـ مو راح يرتفع بمقدار معين؟ راح يرتفع بهالشكل. تخيل شكل التشوه، هنا قطعتين، القطعة الأولى اي بي، القطعة الثانية قطعة واحدة هي بي سي دي. نرفع السي مقدار واحدة واحدة، نثبت الدي ونثبت الاي، فهذا الهنج هنا ما يمنع الحركة يرتفع، فراح يرتفع بهالشكل هذا، فهذا راح يكون انفلونس لاين بالنسبة للرياكشن على سي. طبعا الارتفاع بسي مقداره واحدة واحدة، الارتفاع بي طلع من تشابه المثلثات البسيطة. فهذا إذا أردنا نرسم influence line نقطة C. واضحة هذه الحالة الثانية مع influence line نقطة C. سؤال أكو؟ إن شاء الله يطلع واضح لأن أتمنى هالشيء هذا. زين هالدور شنو؟ مثلا مطلوب مني influence line بنقطة D مثل ما اتفقنا، شو أسوي؟ أثبت نقطة A، أثبت النقطة C وأرفع D مقدار وحدة واحدة. شوف باوع نقطة D مرتفعة وحدة واحدة، توصل خط مستقيم لـ C باعتبارها ثابتة، بس هذه القطعة راح تستمر للنهاية، فالبي راح تنزل لجوا، وبعدين من البي إلى الأي هي قطعة واحدة فتوصل خط بينها. فهذا الانفلونس لاين للرياكشن آت بي. أرجع أعيدها مرة أخرى، نرفع الرياكشن بي مقدار وحدة واحدة، نثبت السي ونثبت الأي صفر، ما قلنا انفلونس لاين للرياكشن، نرفع الرياكشن المطلوب به الانفلونس لاين ونثبت البقية. الهنج نعيده، الهنج راح يفيدنا بالحركة. مثل ما قلنا هذا البي بي قطعتين، القطعة الأولى أي بي والقطعة الثانية بي سي دي، فهذه تفيدنا على مود شكل التشوه. فهنا ترتفع وحدة واحدة، طبعا هي دائما خطوط مستقيمة بالإنفلونس لاين توصل للسي، زين هي مو قلنا احنا البي والسي والدي قطعة واحدة نوصلها لهنا تتوقف عندي، بعدين من البي إلى الأي قطعة واحدة فنوصلها بالشكل هذا. هنا هاي عندنا واحد وموجودة المسافة الأفقية، نسوي تشابه مثلثات حتى نوجد الإنفلونس لاين بي. حتى نوجد الارتفاع الخاص عند النقطة B. واضحة هذه؟ هذا بالنسبة influence line للرياكشن B. فالمركبة من تتحرك على طول هذه العتبة يعني راح تتغير قيمة الرياكشن B. فإحنا نأخذ عادة بالتصميم على maximum value، سواء maximum positive جهة للأعلى أو maximum negative إذا كان الرياكشن للأسفل. زين خلي نجي لحالة أخرى مثال آخر. فالمطلوب من عندنا draw the influence line for reaction at A. مين يقدر يوصف لي شكل التشوه اللي راح يصير؟ احنا ستفقنا reaction A نرسم له influence line، نرفع مقدار وحدة واحدة، وهذا عندنا هنج هنا بC، وعندنا هذا fixed support B اللي هو نثبته، نقول هاي هنا ثابتة. من يقدر يوصف لي شكل الانفلونس لاين؟ هيك وصف بسيط يعني، انتظركم بالكتابة من يقدر يتخيل الشكل.
المطلوب هو انفلونس لاين للرياكشن هاي. شلون يصير الشكل؟ عفية مثلث راح يكون AC. زين والسي بي ايش راح يصير بيها عفاس؟ السي بي يصير بيها ارتفاع لو لا؟ عفية عفية حيدر، حيدر وعباس صحيحة اجابتكم. فالموضوع مثل ما قلت لكم يعتمد على التخيل، فيرتفع هنا مقدار وحده واحده، وهذه القطعه البي سي ما راح يصير بيها حركه. تدري ليش؟ لان هذا الفيكس يمنع الدوران، فهي راح تظل ثابته. مثلث ارتفاعه، خلي بس اخلي اسمائكم يعني حيدر وعباس، حيدر سين سين عباس فاضل جيد. زين فيرتفع مقدار وحده واحده، فهذا المثلث عندنا. فمثل ما قلت لكم شويه تركز تقدر ترسم الرسم. موضوع شوي يحتاج بس تخيل. هنا قطعتين هسه هذا البيم قطعتين، عندك الـ AC والـ CB. فهذا بالنسبة للـ influence line الخاص بالـ reaction at A. زين إذا أردنا influence line للـ reaction B شلون؟ يعني منو يقول لي هسه؟ منو يتخيل لي الشكل؟ يوصف لي شلون ما وصف لي حيدر وعباس؟ أريد influence line للـ reaction B. طبعا احنا قلنا نرفع لاي مقدار وحده واحده، وطبعا هذا فيكس سبورت، خلي بالك انه ما دي روتيشن، والاي نثبتها نخليها صفر. فشنو راح يصير؟ خلينا نشوف حيدر راح يجاوب. يكون ثابت بالنقطة B ينزل وحدة واحدة عندنا، صحيح. شوف شلون ايش راح يصير، راح يرتفع بنقطة B وحدة واحدة، هذا راح يكون مستطيل من النقطة B إلى النقطة C، بعدين ينزل إلى غاية المستطيل زائد بالشكل هذا. ليش؟ لأنه هذا مثل ما قلنا الفيكس سبورت في B يمنع الروتيشن، فلازم يرتفع بشكل مستطيل في الشكل هذا. فهذه القطعة الأولى توصل لنقطة C بعدين تنزل نقطة A. فهذا influence line reaction A. زين هذين مجموعة يعني تمارين exercise بسيطة، حاولوا تجربون بهن شلون تحسبون تسوون تطلعون الرياكشن influence line reaction A B. فيعني عندك عدة حالات هسه، فجربوا بها، وإذا واحد عنده استفسار أنا ممكن أجاوبكم عليها. طبعا أنا بخلي كل فترة أخلي شوية إكسرسايز حتى تجربون بيها. زين فهسه شرحنا الرياكشن influence line بالنسبة للرياكشن. طبعا مثل ما قلت لكم الفكرة الأولى أنه ليش ندرس الموضوع، الفكرة الثانية شنو هو شلون نسوي influence line للرياكشن، بعدين وراها راح ناخذ موضوع الشير، وبعد الشيء راح يكون عندنا المومنت. المحاضرة الثانية لا راح اجيب لكم اكسرسايز الحل اليدوي الخاص بيه حتى على ممكن تشوفون السامبل اللي تحتاج تستخدمه بالامتحان، شنو اللي تحتاج تسوي بالامتحان، شلون يكون الحل النموذجي مثل كل محاضرة من المحاضرات. فنيجي ساعدنا احنا انفلونس لاين بالنسبة للسيمي سبورتد بيم، اذا كان اذا اردنا نوجد الشير. الشير شلون نرسمه انفلونس لاين؟ فرضا عندي هذا سيمي سبورتد بيم اي B، وعندنا هذه C نقطة وسطية، وطبعا عندنا هذا اليونت لود يتحرك الوحدة الواحدة اللي هو فاريبل يتحرك على طول العتبة اللي هو راح يكون مكان المركبة السيارة اللي راح تتحرك على طول هذا البي. زين فشلون نرسم الشير؟ الفكرة كالآتي،
نجي للنقطة اللي يريد نفسد فيها الشيء، نسوي كأنما كسر، نتخيل إنه إحنا قاعد نسوي كسر. الجزء اللي على اليسار ينزل لجوه، نزله لجوه لنقطة C مباشرة. الجزء اللي على اليمين يصعد لفوق. أعيد مرة أخرى، إذا أردنا نوجد شير في نقطة معينة، طبعا خلي في بالك إحنا نريد نوجد الشير بنقطة C، الشسمة السبورت A والسبورت B لازم نثبتهن، لأنه ما مطلوب من إنفلونستاين هالمرة للسبورت، فلازم أصفار ثبتهن المكان. زين، أريد إنفلونستاين للشير بC، أسوي كأنما كسر، أتخيل إنه أنا قاعد أسوي كسر. الجزء اللي على اليسار أنزل اتجاهه لجوه مثل ما قلتلكم، الجزء اللي على اليمين يصعد المقدار معين. هسه شنو هاي المقادير المعينة؟ فشوفوا سوينا الكسر، فهسه بدينا انه ننزل الجزء اللي على اليسار ونصعد الجزء اللي على اليمين، فبعد ذلك هيك راح يكون عندنا الانفلونس تايم. مقدار الارتفاع الكلي راح يكون وحدة واحدة، فإذا كانت نقطة C بالوسط راح يكون 4.5 جوا 0.5. فهذا رسم الانفلونس تايم للشيء. من عنده سؤال على الانفلونس لاين الخاص بالشير؟ احنا هسه هاي مقدمة شلون نشتغلها، بس انا حاط مجموعة من الامثلة على هذا الموضوع. سؤال اكو اخوان؟ فنكمل للامثلة، فراح ناخذ هذا المثال عندنا. هذا يبعثه بعدنا فيها يعني تقدر هذا يسموه overhang beam. شنو overhang beam؟ عندنا كأنما هاي بين الـ A والـ B pin ورولر، وهذا الطرف يسموه في هذا الفريم، فهذا يسموه overhang beam A C B D E. المطلوب رسم الـ influence line للشير بنقطة C. مثل ما قلنا شو نسوي؟ نسوي كسر بنقطة C. قبل الكسر نثبت نقطة A ونثبت نقطة B، لازم ذن يكون صفارة، فنسوي الكسر بنقطة C. اللي على اليسار ينزل لجوه، اللي على اليمين يصعد لفوق. فكم قطعة راح يكون عندي البيم؟ منو يقول لي كم قطعة راح يكون البيم؟ كم قطعة ورا ما أسوي الكسر؟ هسه هذا البيم قطعة واحدة لأنه ما بيهج، هذا البيم هسه قطعة واحدة. من أسوي الكسر بنقطة C كم قطعة يصير؟ راح يكون قطعتين، فراح تكون عندنا القطعة AC وراح تكون عندنا القطعة CBDE. فاليسار ينزل اليمين يصعد، فراح يكون عندي هذه القطعة الأولى البنفسجية منها نزلت مقدار معين، هذه هنا صعدت المقدار معين، وطبعا هذه هنا صفر عندي بالرولر B وعندي بالأي صفر، فأوصل خط مستقيم بهالشكل هذا وخط مستقيم بهالشكل هذا، فهذني قطعتين، فهذا الانفلونس لاين للشير بنقطة C. ومثل ما قلنا هذني الارتفاعات إذا المسافة متساوية، إذا المسافة بـ AC تساوي CB راح تكون 0.5 0.5، إذا مختلفة لا. شو نقول؟ نقول هذني الارتفاع اللي فوق زائد الارتفاع الجوا يساوي واحد، وبعدين هاي معادلة، والمعادلة الثانية نسوي تشابه المثلثات. زين، فهذا انفلونس لاين بالنسبة للشير نقطة C. عندكم سؤال اخوان؟ سؤال عندكم على هذا الشير بالنسبة لنقطة C؟ كسر بالقطعة، اليسار تنزل اليمين تصعد، ونثبت الرياكشنات، دائما نثبت الرياكشنات اللي هي الـ A والـ B. زين، ما دام ماكو سؤال فنحول للجزء الثاني. هسه المطلوب شنو هالدور؟ اريد من عندك هالدور الشير بنقطة D نفس الطريقة التقليدية. اجي نقطة D اسوي كسر، اليسار ينزل اليمين يصعد، بس خلي في بالك الجزء اليساري انتبه عندك البن صفر ثابت، وعندك البي هم راح يكون صفر ثابت، فهذه بين الاي والبي ما تتحرك. زين، اذا الاي والبي ما تتحرك، هل تتحرك القطعة البي دي؟ هي جزء من عدها، فالجزء اليساري راح يصير به صعود لو ما يصير بين كلي، يصير به نزول عفوا لو ما يصير الجزء اليساري. بعد من يجاوب
محمد جاوب، بعد منو جاوب؟ اخوة شوف اجاباتكم ما يصير نزول، عافية كاظم. ماكو كير انفلونس لاين، مستحيل اكو كير ما دام منشأ محدد. ماكو كير، انا راح اخذ انفلونس لاين فقط للمنشأ المحدد، فابدا ما يصير كير. كير ماكو رسم، دائما خطوط مستقيمة، هاي خلينا نتفق عليها. ثاني شغلة انا وضحت لكم قبل شوية، هذه القطعة اللي على اليسار ما يصير بيها نزول، ليش؟ راح اثبتها بأي واثبتها بي، فهذه القطعة ثابتة ما راح تتحرك. زين بالنسبة للبي والدي راح تنزل تصعد، متى تنزل؟ ما راح اظن. الجزء اللي على اليمين ارفعه بمقدار وحدة واحدة، بس ما راح يكون مثلث، راح يكون مستطيل، ليش؟ لان هذه 3A، فيرتفع هذه القطعة هنا الثانية، شوفوها راح تظل ثابتة لان هنا صفر بالبين ات اي، وعندك صفر بالبي، لان احنا قلنا دائما نثبت الرياكشنات، فما راح يصير نزول بيها، راح تظل ثابتة. اللي على اليمين ترتفع مقدار وحدة واحدة وبشكل مستقيم، ليش؟ لأنه هذا الطرف الأيمن راح يكون فري إند، من الفري إند عندنا ما راح يكون تثبيت، راح يتحرك ويا القطعة. فهسه عرفتوا؟ عرفتوا السبب شنو؟ واضح بالنسبة لكم هذا المثال الآخر؟ الموضوع يحتاج تخيل أخوان، تخيل إنه أنت هذه الخشبة مثلا بيدك وتريد تحركها، شوف شكل التشوه مالتها شلون يصير، لازم هيجي تتخيل. مرة ثانية كيرف ماكو، زين لأن إحنا ما نأخذ هذا الموضوع فقط إلا للمنشآت المحددة، والمنشآت المحددة كل الرسومات راح تكون خطوط مستقيمة، خطوط مستقيمة. زين هذا مثال، فراح يكون عندنا إنفلونس لاين يشير دي بهذا الشكل تمام. زين نجي للكانتيليفر، عندنا مثال الكانتيليفر فيك سبورتات أي، نقطة سي عندنا نقول بالوسط، ونقطة B هي الفري إند مال البي نهاية الحرة، وأريد إنفلونس لاين للشير إبسي. منو يقول لي شكل التشوه شلون راح يصير فيه؟ يب منو يقدر يتخيل لي؟ طبعا إحنا دائما نثبت نقطة A، منو يقول لي شكل التشوه شلون راح يصير؟ يب قبل شوية زميلكم خوش وصف في وصف حيدر بواحد من أمثلة الرياكشن، البقية حاولوا أيضا، ليش بس هو يجاوب مثلا؟ هو أكثر من قاعد يجاوبها، أنتم البقية هم حاولوا شكوا بيها يعني. أي أريد شو اسمه تفاعل شوية، شو وقت تقرون بعد امتحان الفصل صار قريب. يصعد وحدة واحدة سي بي، زين يصعد وحدة واحدة شنو شكله؟ يصير مثلث، يصير مستطيل، شو يصير؟ والاي سي ايش راح يصير بي كاظم؟ وضح لي بلا زحمة، عافية. وبالنسبة للشكل اللي على اليسار الاي سي ايش راح يصير؟ عافية كاظم اجابتك صحيحة. اخوان احنا قلنا شنو؟ حيدر دير بالك الجزء الاي سي راح نثبت السبورت اي، بس هذا فيك سبورت غير قابل للدوران، فهذه راح تظل القطعه ثابته اللي على اليسار لا تصعد ولا تنزل، اليمين راح تصعد مختار مستقيم. هذا الشكل اللي راح يكون عندنا من نحاول ننزلها، هذا غير قابل للدوران بعيد، ما بي دوران، لازم القطعه تظل مستقيمه بهالشكل هذا، يعني تظل افقيه سواء تصعد سواء تنزل سواء تظل بمكان. فإحنا مو قلنا الرياكشن نثبت دائما، فراح تظل هذه القطعة بدون حركة، اللي على اليمين تصعد بمقدار وحدة واحدة اللي هي سي بي. جيد كاظم، زين. فهذا بالنسبة للإنفلونس لاين الخاص بالشير آسي، واضحة أخوان؟ حيدر واضحة بالنسبة إليك؟ دير بالك الفيكس مثل ما قلنا يمنع الدوران، ممنوع من الدوران، فهذا راح يكون إنفلونس لاين بالنسبة للشير آسي. سؤال اكو عندكم اخوان؟ طبعا من تشوف عدد الملفات عدد الصفحات مال البي دي اف لا تخترع اخوان، يعني شنو انا مخليه خطوه خطوه كانما قاعد اراوغ، ذلك الصفحات صار انا هواي، بس ترى الامثله قليله لي يظل بالكم. زين فشوف يعني هذا هسه المثال احنا كم رسم رسمت بي انا؟ شوف جيت للصفحه 1 2
اثنين ثلاثة زين، فهي أقدر أنا أخليها بصفحة واحدة، بس هيك قاعد أسوي حتى أوضح لكم إيش قاعد يصير على مود التخيل مال شكل التشابه. نجي لهذا المثال، هذا مثال عندنا عندنا continuous beam هذا يسمى لأنه بي أكثر من support، عندنا pin support ب A، ال B وال C عندنا ruler وعندنا hinge النقطة. زين هذا هسه قبل الكسير وقبل ما نبدا نسولف بكل شيء، كم قطعة هذا البيم؟ وقولوا لي أسماء القطع. خلنا نشوف. إحنا مو عندنا هيج، مو هيج يسوي عدة قطع. كم قطعة هذا راح يكون؟ وشنو أسماء هذا القطع؟ عفوا مين أسماءها القطع؟ الأسماء مالتها؟ ال A D عفية والجزء الآخر راح يكون ال D D E C. زين، فالمهم إنه تعرف عدد القطع لأن هاي تفيدك على مود تتخيل الشكل. فش قد عدد القطع؟ شنو المنطوق؟ رياكشن، شير، مومنت، كل وحدة لها طريقة معينة. بما إنه أنا قاعد أشتغل هسه بموضوع الشير، خلنا نشوف شنو المطلوب. السؤال المطلوب الشير بـ أول البداية أثبت الرياكشنات، أثبت الـ A وأثبت الـ B والـ C، أما الهنج عيب. فعادة إحنا من نسوي شير شو نسوي؟ نسوي كسر بنقطة E. فمن أسوي كسر بنقطة E عدد القطع مال الـ B كم وحدة راح أصير هسه؟ أريد أسوي الشير هسه بـ E وأسوي كسر بنقطة E على مود أرسم الـ Influence Line للشير للقصة اللي موجودة بـ E، هو عدده أصلاً 2. أسوي كسر أنا صارت 3 عافية، صارت 3 قطع. فثلاث قطع راح تكون عندنا هسه وراء الشير. شو أسوي مثل كل مرة؟ كسر الجزء اللي على اليسار ينزل، الجزء اللي على اليمين يصعد. بالنسبة للجزء اللي على اليمين بكل بساطة راح يكون عندنا مثلث. بالنسبة للي على اليسار هذا أنزله لي جوا، من أنزله هاي شنو هنا صفر، فأمر الخط. أول شيء خلينا نرفع الجزء اللي على اليمين، هو صار ثلاث قطع قلنا. هذا الجزء البرتقالي راح يكون بين الـ A والـ D، هذا الجزء الثاني راح يكون بين الـ D والـ E بنفسجي، وعندنا الجزء EC راح يكون أخضر. فنرفع اللي على اليمين مقدار معين، اللي على اليسار هالدور أحاول أنزله، من أنزله طبعاً راح تفتح عندي نقطة B وهي ثابتة، فهذا ينزل مقدار معين، الهنج راح يصعد. راح يكون عندي شكل تشوه بهالشكل هذا، ما شكل الانفلونس لاين مال الشير. مثل ما قلنا السبورتات ثابتة، الهيج ممكن يصعد وينزل لأن هي قطعتين مفروقات بمسمار أو برغي، فيفتر ماكو مشكلة بيه، يعني يصعد وينزل ما يمنع الدوران. فراح يكون عندنا الانفلونس لاين للشير بإي بهالشكل هذا. هسه شلون نطلع هذه شقد مقدارها وارتفاعها؟ مثل ما قلنا اذا نقطة E بالوسط ف 0.5 منها اللي على اليمين اللي فوق واللي جوها 0.5، اللي هنا نسويها تشابه مثلثات بكل بساطة. فهذا بالنسبة للانفلونس لاين للشير الخاص بنقطة E. سؤال اكو اخوان؟ هاي بالنسبة للانفلونس لاين بالشير، صرنا خط التأثير الخاص بالشير بنقطة E. تخيل قلت لكم كم قطعة تصير، شكل التشوه مالتها، ولازم خطوط مستقيمة، ماكو كيرفات، مثلثات، كلها مثلثات ومستطيلات، ماكو غير ذي الأشكال، مستحيل تصير غير مثلث مستطيل، كله ماكو كيرف، لا تفكر نهائيا بالكيرف. زين، فخلنا نشوف، ناخذ لنا عتبة أخرى، بس هاي عتبة عندنا هم كونتينيوس. عندنا pin support ب A وعندنا ruler ب B وال C وال D وعندنا hinge موجود بنقطة F وhinge موجود بنقطة G. كم قطعة هذا ال B؟ يلا قولوا لي هسه كم قطعة راح يصير؟ ثلاثة أجزاء عفية، عندنا ال AF وال FEG وعندنا ال GD، فثلاث قطع راح يكون. فهذه القطعة الأولى مربوطة ويا الثانية طريقة ربط معينة براغي مثلا، القطعة الثانية والثالثة أيضا مربوطة براغي. شنو صفات الهنج؟ أنا قايل لكم سابقا سيجما مومنت بي تساوي صفر، فبس هو يفيدنا راح بالحركة مال هذا البيم. الحركة راح يكون مفيد لنا لأن هو ما يمنع الحركة العمودية والأفقية خلال الرسم. زين،
شنو المطلوب؟ مطلوب انفلونس لاين للشير بنقطة E، واللي هي خلينا نقول نقطة وسطية. فمثل ما قلنا نسوي كسر بنقطة E، من تسوي كسر بنقطة E كم قطعة راح يصير هذا البي؟ راح يكون 4، راح يكون 4. اليسار تنزل اليمين تصعد، وأثبت الرياكشنات. الأي أثبتها مكانها صفر ما تصعد ولا تنزل، البي أثبتها ما تصعد ولا تنزل، السي كذلك، وكذلك السبورت دي هو رولا. فننزل مقدار معين، الصور 0.5 لأنه متناظر. فكم قطعة راح يكون عندنا؟ 4 قطع. شوف يعني هسه طلعت لك اياها، اللي على يسار الاي اف لون برتقالي، اللي يمها راح تكون اف بي اي، راح تكون هذا لون بنفسجي. الثالثة راح تكون الاي جي، وهذا لون اخضر. والأخيرة راح تكون جي دي، وهذه راح يكون لونها بنفسجي. زين، احنا هم زينها ما عندنا واحد عنده عمل وما معقولة يعني. زين، فاليسار ينزل واليمين يصعد، سوينا كسر وراح نبدأ نصعد الجزء اليمين. فمن نصعد الجزء اليمين هاي راح تصعد، هاي هنا صفر، هذا الهنج راح يتحرك، فهذه القطعة هيك راح تنزل. هنا عندي هاي صفر، هذه أوصل خط مستقيم بين الهنج وبين السبورت، وخط مستقيم بين النزلة مال الهنج والسبورت والارتفاع. هذا الجزء اليمين صعدته فصار بهالشكل. اليساري من انزل ايش راح يصير؟ راح بهالشكل هذا ينزل، طبعا يمر هنا، اجر خط مستقيم للسبورت لانه صفر، الهنج راح يصعد هنا، فهذه القطعة بهالشكل هذا راح تكون مائلة. القطعة الثانية الـ FA راح اوصل بين الهنج والسبورت بأي، فراح يكون هذا اي شكل. كما قلت لكم كلش مهم تتغير شكل التشوه. فهذا عندنا الانفلونس لاين الخاص بالشير بنقطة E. واضحة اخوان؟ من اسوي كسر كأنما يعني صار 4 قطع، فاللي جاوب 4 صحيح. فاصعد اللي على اليمين مثلا بالبداية شوف شكله شلون، واكمل اللي على اليسار. شويه يراد اي طبعا تركيز، يراد له تخيل. قلت لك كانما اجيب الخشبات هسه قدامك، هسه لو واحد عنده خشبات بالبيت يدقدق هيك يسويهن، وجرب انت تسوي هيك. فاريدك تتخيل، بس تتخيل اشكال التشوه شنو. من اكسر نقطه اي، وذني عندي نقاط مثبته بالسي والاي والجي، ماكو مانع تصعد وتنزل تتدور لان النقطتين موجوده. فشويه يراد لها تخيل، يراد لها قضيه شويه تخيل. زين، بالتمرين ومن انت تحل بيدك وتجرب تحل ذني مره ثانيه، اضافه الى التمارين اللي موجوده بالكتاب اللي عندكم هبلار او انا اللي راح اعطيهن، راح تقدر تحل الموضوع. زين، فهذا بالنسبه للشير بنقطه E. زين، عندنا هذا هسه احنا هذا مثال بسيط، بس هذا المثال من عنده الفكره انه اوجد ارتفاعات مال المثلث. ايش قد هذه القيم مال المثلث؟ مو احنا قلنا بالرياكشن الرفعة مقدار وحدة واحدة؟ هنا الكل وحدة واحدة، بس ايش قد نسبة هذا الى هذا؟ راح نشوف هسه، نحل لنا مثال نعرف شيء. هسه هذا عندي سيبلي سبورت البي، وعندي نقطة سي موجودة بالربع الاول، وعندي ال هنا، عندي ثلاثة ال هنا. فاريد ارسم الانفلونس لاين الخاص بالشير بشكل تقليدي، اسوي كسر بنقطة سي. طبعا راح يصير عندي قطعتين، راح تكون عندي اي سي لليسار، هذه القطعة AC لليسار، بعدين عندي القطعة CB راح تكون شنو؟ لليمين. أرفع القطعة اللي على اليمين واليسار أنزلها، فراح يكون عندنا المثلث بهذا الشكل. وطبعا مثل ما قلنا دائما الرياكشنات تثبت. فهذا راح يكون عندنا H1، هذا راح يكون عندنا H2. بس شلون أستخرج هذه القيم مال الارتفاعات؟ الـ H1 والـ H2 شلون راح أستخرجها؟ شلون أعرفها؟ هذه كلش مهمة. زين، فش اسوي؟ راح اسوي نسبه وتناسب. فعندنا هذا الارتفاع الفوق هو الاخضر، هذا ال H1، هذا ال H2 عفوا، والارتفاع الجوي هو ال H1. شو اسوي؟ اقول ال H1 كنسبه وتناسب هو L على 4L. هذه طريقه طبعا. ال L هو شنو؟ الطول مال القطعه AC على 4L الطول الكلي. فنسبة الطول مال الـ AC، الـ AC بالنسبة للطول الكلي، فـ L على 4L فيطلع 1 على 4. بالنسبة للارتفاع الفوق
إيش قد طول القطعة سي بي؟ هو هذا ارتفاعها راح يكون عندنا 3L على 4L، فتكون 3L. أعيدها مرة أخرى. الارتفاع الكلي مثل ما قلنا أخوان هو وحدة واحدة، بس إيش قد ارتفاع الH1؟ إيش قد طول الH1؟ إيش قد طول الH2؟ بسيط. معذرة إخوان. فقلنا نريد نعرف ال H1 وال H2، سوي نسبة وتناسب. الطول ما الطول الأفقي مال هذه القطعة اللي هي على اليسار ال AC راح يكون L، الطول الكلي لل beam راح يكون 4L، لأنه L زائد 3L 4L، فL على 4L راح يكون 1 على 4. بالنسبة للقطعة اللي على اليمين إيش قد طولها الأفقي؟ راح يكون 3L، الطول الكلي 4L، فراح يكون 3 على 4. واضح أخوان هاي شلون صارت؟ طبعا مثل ما قلت لكم هاي بالجزء الثاني من المحاضرة عندنا أمثلة حل يدوي راح تشوفون شلون. إحنا هسه شنو؟ بس نعرف التفاصيل، شلون الرياكشن يشتغل، شلون الشير، شلون المومنت، كل هذين الأمور كلنا نعرفها. سؤال أكو؟ فنكمل مثال آخر راح نأخذه. عندنا هذا أيضا continuous beam، عندنا هنج موجود نقطة هنا، هذا هنج terminal pin راح يسوي لي beam إلى قطعتين، فعندنا هذه القطعة الأولى وهذه القطعة الثانية. فالمطلوب من عندنا رسم الشير influence line، المطلوب من عندنا الشير نقطة D، influence line للشير في نقطة D. زين، فبالنسبة لنا بشكل تقليدي يجي نسوي كسر بنقطة D. طبعا البيم راح يصير ثلاث قطع، القطعة الأولى الـ A إلى غاية الهنج، والقطعة الثانية من الهنج إلى غاية نقطة D، والثالثة راح يكون من الـ D إلى C. فأنا ملونها لك بثلاث ألوان حتى على مود تكون مميزة عندك تعرفها. اللي على اليسار راح ينزل، اللي على اليمين يصعد، ونثبت الرياكشنات بحيث لا يصعد ولا ينزل. نقطة A، نقطة B، ونقطة C، الهنج نعوفه. فاللي على اليمين راح نرفعه مقدار معين، طبعا المقدار شنو؟ راح يكون مثلث. اللي على اليسار راح ننزله مقدار معين، فراح ينزل منه يمر بالرولر، بعدين يرتفع بالهنج ويرجع ينزل في النقطة A. فهذا راح يكون الانفلونس لاين الخاص بالشيرات دي. فعندنا هذا الارتفاع هنا، وهذا عندنا نزول. طبعا المقادير ما نعرفين، هسه راح نعرفين بكل بساطة. نوصل خط مستقيم بين الارتفاع اللي صار بنقطة D والC، لأنه قلنا خطوط مستقيمة. ننزل هنا، هالدور بين النقطة D والB خط مستقيم لغاية ما تنتهي القطعة اللي هي بالهنج، بعدين ننزل إلى السبورت A. بس إحنا نريد نعرف الارتفاعات هذا إيش قد. إحنا قلنا كله هو وحدة واحدة الشيء، شلون راح نستخرجهم؟ كل بساطة إيش عندنا؟ عندنا هذه القطعة طول الكلي مالتها بين البي والD والC راح يكون 6 متر، وبالنسبة إلى طول القطعة DC اللي هو للأعلى، طول الأفقي مال القطعة DC بالنسبة للمثلث اللي موجود للأعلى هي شنو؟ 4 متر. فالارتفاع راح يكون 4 متر تقسيم 6 فيصل 2 على 3. بالنسبة للمثلث بالأسفل، طول الأفقي بين اللي هو الطول الأفقي راح يكون بين الـ B والD، فراح يكون 2 متر تقسيم الطول الكلي 6، فراح يكون 2 على 6 ويساوي 1 على 3. فهذه هسه عرفنا النسب الخاصة بارتفاعات الشير. طبعا من عرفت هاي 1 على 3 وهاي 2 متر، اسوي تشابه مثلثات حتى اوجد هذا الارتفاع. ف1 على 3 تقسيم 2 يساوي y تقسيم 4، حتى على مود نعرف هذا الارتفاع اللي هو غالبا ما راح يطلع شنو يعني اكبر من هذا الرقم بالنسبة لهذه الحالة من هذا المثال. واضحة هاي اخوان؟ شلون استخرجنا؟ هنا الفكرة شنو؟ انه حطيتك المسافات الافقية حتى تعرف قيم الشير الفعلية ايش قد. فعندك الفوق صار 2 على 3 بالنسبة للكسر بنقطة دي، الجزء اللي نزل للاسفل راح يكون 1 على 3. زين،
وهذا هو شكل التشوه الخاص بالشير بنقطة D. سؤال أكو أخوان؟ موضوع ترى مو صعب، بسيط، يحتاج شوية تخيل. يعني تقدر تحل السؤال. يعني أنا في رأيي إنه هو أسهل من مواضيع التراس وموضوع الشير والمومنت دايجرام. موضوع الرادلة بس تخيل شوية. أقول الكل ما فهمت ليش ستة، بسيطة. شوف زين، إحنا بالنسبة إن إحنا سوينا كسر بنقطة دي، فعندنا القطعة راح تكون بي، القطعة اللي على اليسار راح تنزل بين البي والدي، واللي على اليمين بين البي والسي راح تصعد. فإحنا بالنسبة للقطعة البي دي إيش قد المسافة الأفقية مالتها؟ 2 متر. الطول الكلي بين ذني اللي صاير فيه الشير، القطعة اللي صاير فيها الشير بين البي والسي إيش قد؟ 6 متر. فراح نقسم 2 الطول الأفقي مال القطعة البي دي على الطول الكلي بين القط بين النقطتين البي والسي اللي هي صار بها الكسر مالت الشير، فراح يكون 2 على 6. بالنسبة للأعلام إيش قد المسافة بين بالنسبة للمثلث البي الدي سي؟ راح يكون 4 متر. نقسمها على الطول الكلي 6 بين البي والسي، راح يكون 2 على 3. فبهالطريقة هذه. أو أكو طريقة أخرى أنا راح أحلها بالأوراق، شو اسمه الأمثلة اللي حالها يدوي، تقدر تسوي معادلتين مجهولين، بس هذه أسهل يعني نشوفها. تستخدم هاي تستخدم بيجا. طبعا المسافات تعطى بالسؤال، حيث لازم تعطى بالسؤال. شلون نطلع النسب؟ الا اذا قال لك مثلا، اذا قال لك سؤال معكوس، اذا قال لك الانفلونس لاين ارتفاعها هنا 2 وهذه المسافه يلا وجد لي اياها، فهي بالنسبه للتناسب مال المثلث. بالنسبه لزينب واضح المسافات الافقيه تعطى، لازم شلون ترسم؟ شلون نطلع النسب؟ سؤال اخر اخوان. حيدر عندك سؤال جيد. هذه المسافة شلون نوجدها؟ مثل ما قلنا، هاي هنا 1/3 تقسيم 2، هنا ايش؟ تقسيم 4. فنوجد الطول، يعني نوجد ايش قد هذه المسافة. زين اخوان، فبسيطة القضية، تصير 2/3. زين، فهذه اذا اردنا نوجد الارتفاع ايش اللي موجود هنا من تشابه المثلثات مع المثلث الزاوية هنا. زين، عندنا الان ايضا مثال اخر. عندنا هذا كانتليبر بيم، والمطلوب من عندنا رسم الشير بالنسبة للإنفلونس لاين للشير بنقطة C. نسوي كسر بنقطة C بشكل تقليدي. من نسوي كسر راح تصير قطعتين، عندك القطعة اللي على اليسار أخضر، القطعة اللي على اليمين بنفسجي. فهذه القطعة اللي على اليسار راح أقدر أنزلها وراح أفضل ثابتة. إحنا قلنا الفيكس سبورت يثبت هذا الأكشن وغير قابل للدوران، فهذه القطعة راح أفضل ثابتة. اللي على اليمين راح تصعد بمقدار وحدة واحدة، فراح يكون عندي مستطيل بين الـ C والـ B. فهذا influence line الخاص بالشير بالنقطة C B. احنا لازم نمر عليها هذه الشغلة في التعطيبات. تبقى ثابتة، جيد، تبقى ثابتة، لأنه قلنا الـ A ثابت النقطة وما بي دوران، فراح يكون الارتفاع بهالحالة وحدة واحدة، لأنه ما عندنا جزء لليسار، فراح يكون الشير هنا بهالشكل هذا. زين، زين، عندنا هذه أيضا continuous beam بقطعتين، القطعة اللي على اليسار الأولى لأنه أكو هنج بنقطة B، فعندنا القطعة LD راح تكون شنو؟ قطعة واحدة، القطعة الثانية راح تكون DBEC، هاي القطعة الأولى، هذه القطعة الثانية. المطلوب من عندنا رسم الشير بالنسبة للبوينت دي اللي هو الهيج. فاحنا كأنما نسوي الكسر، يعني هذا البرقي او البسمار نوخره ونحاول ننزل القطعة اللي على اليسار نصعد القطعة على اليمين. بس خلي في بالك في البداية انه انت راح تثبت الرياكشنات، راح تثبت السي والبي والاي. مين يقدر يقول لي شكل التشوه شلون راح يصير؟ يلا خلينا نشوف محاولاتكم.
من يقول لي شو راح يصير؟ زين القطعة اللي على اليسار تنزل لو ما تنزل، القطعة اللي على اليمين تصعد لو ما تصعد. أريد جواب شوية محاولة من عندكم. اللي على اليسار تنزل، فشون يكون شكلها؟ مثلث أو مستطيل حيدر؟ اليمين شنو ايش راح يصير؟ ها زينب ايش قال؟ عندك الدي مثلث ماشي، بالنسبة للقطعة على اليمين زينب، زينب وحيدر، فنشوف على اليمين ايش راح يصير؟ تصعد؟ تصعد قولوا لي وليش؟ اللي على اليسار عفية، عفية كاظم ثابتة لسبب بسيط، هي قطعة واحدة. عندك الرولر راح تكون ثابتة بسي، وعندنا بي راح تكون ثابتة، فهذا استمرارها إلى نقطة دي أيضا ما راح تقدر تتحرك، فراح يكون فقط نزول للبي على اليسار، فراح يكون عندنا نزول مقدار واحدة مثلثة بهالشكل هذا. فأرجع أقول لكم الموضوع يحتاج إلى تخيل، وإلا أبدا مصعب، أبدا مصعب هذا الموضوع. زين هذا المثال. هسه شنو هالدور؟ خلصنا الحالة الأولى اللي هي رياكشن، الحالة الثانية أخذنا الشير، وعندنا الشير الأخير اللي هو بالنسبة لمقدمة الانفلونس لاين، يعني في المحاضرة أيضا راح نأخذ أمثلة، بعد أمثلة لحالات متعددة. راح يكون عندنا شنو؟ المومنت. فعندنا هذا سمي سبورت بيم، وخلنا نقول نقطة سي هي بالوسط. طبعا هذا مهم، أنا هسه راح أسمي الشكل هذا، فأريد أوجد الانفلونس لاين أو أرسم الانفلونس لاين للمومنت نقطة سي. تتشابه الفكرة تماما مع الشير، ولكن خلي في بالك تسوي كسر نقطة سي، وش تسوي؟ وتحاول تسوي على اليسار دورة عكس عقرب الساعة، القطعة على اليسار عكس عقرب الساعة تصعدها لفوق، القطعة اللي على اليمين تدورها مع عقرب الساعة توديها لليمين، اللي على اليمين مع عقرب الساعة، اللي على اليسار عكس عقرب الساعة، والاثنين صعدة لفوق. فش راح يصير عندي؟ القطعة اللي هي بين السي والبي راح تصعد، والقطعة الثانية بما أنه أنا سويت كسر بالأي والسي أيضا راح تصعد، فراح يكون عندي مثلث بهذا الشكل تماما. فالإنفلونس لاين الخاص بالمومنتات سي راح يكون مثلث بهالشكل. أرجع مرة أخرى، شو أسوي؟ عندنا مو أي بي سمي سبورتد والسي هي نقطة بالوسط مطلوب مني رسم الإنفلونس لاين للمومنت بها، أسوي كسر فيها. القطعة اللي على اليسار أدورها عكس عقرب الساعة أرفعها لفوق، اللي على اليمين مع عقرب الساعة فأرفعها لاثنيناتهم، هذه راح ترتفع القطعة بالشكل هذا راح يصير، اللي هي بين السي والبي هذه هنا، وعندنا بين الأي والسي أيضا راح نرفعها بالشكل، فراح يكون عندنا مثلث، المثلث هذا ارتفاعه وحدة واحدة، فراح يكون شكل التشوه هيجي أو شكل الانفلونس لاين بهالشكل هذا. فالانفلونس لاين الخاص بالمومنتات سي راح يكون مثلث بهذا الشكل، راح يكون عندنا مثلث بهذا الشكل. زين يعني يصير شكل مثلث، فهذا هو الانفلونس لاين بالنسبة للمومنت. نسوي كسر نعم، بس ما ننزل القطعة اليسار ونصعد يعني بينات نصعدهم بس ندورهم بالشكل هذا، فهذا راح يكون المومنت. واضح عندكم اخوان؟ واضح؟ اكو سؤال؟ خلينا نجي ناخذ لنا مثال. طبعا نفس المبدا تماما، الرياكشنات بما انه ما طالب بها انفلونس لاين ثبت اصفاره. شوف هسه بالنسبه لنا لهنا انا هسه من قلت لكم سوينا كسر الاي والبي ثبتها ثابتات،
اما بالنسبه اذا كان عندي فيك سبورت فحتى الدوران ما نقدر ندور لانه تدري روتيشن ما موجود بالفيكس. فخلي في بالك دائما اذا دي ثابته هسه عندي هذا اريد من عندك يا ابي ارسم انفلونس لاين للمومنت ات بي. هذا البيم كم قطعه واحده هذا اسمه اوفر هانج بيم. فمن نسوي كسر البي راح تكون عندنا شنو؟ راح تكون عندنا قطعتين. اللي على اليسار راح يصير عندي قطعتين ادورها عكس عقرب الساعه، اللي على اليمين مع عقرب الساعه. وخلي في بالك انه لازم تثبت الرياكشن، لا تنسى هذا الشيء. فبالنسبه للقطعه اللي على اليمين بما انه ما مثبته من مكان معين فمن اريد ادورها مع عقرب الساعه البي راح تكون ثابته صفر ما تتحرك البي، ما اقدر ارفعها لانه هذا رياكشن، هذا رياكشن. فهذا راح تنزل عندنا بشكل مثلث بهالشكل هذا. اللي على اليمين راح تصعد لو تنزل ما راح يصير لها شيء لسبب بسيط. عفوا اللي على اليسار اللي هي اي بي كل شيء ما راح يصير لها. ليش؟ لان هي ثابته بنقطه اي وثابته بنقطه بي، فمن اريد اسوي لها عزل كل شيء ما يصير لها. فالرسم مال الانفلونس للبي راح يكون بهذا الشكل، هذا الشكل مال المثلث. فهذا لازم تتركهم تربطون موضوع بموضوع. فأنا ردت مومنت بي بس أنت ما يصير ترفع نقطة بي نهائيا لأن هذا رياكشن لازم تثبته. فاللي على اليسار مثلا الأي بي صار عندنا بما أنه ثابتة بالأي والبي ما راح تصعد ما نقدر نصعدها. القطعة على اليمين البي سي أنا مثبتها بي بس النقطة سي تسمح للحركة، فمن أدور مع عقرب الساعة راح تنزل عندي بهذا المثلث بهذا الشكل تماما. ها اخوان واضح؟ بالنسبه للاخوان اللي اجوا بوقت متاخر يعني شنو العذر مال التاخير؟ شنو يعني اخذت محاضره بالبدايه يعني اخذت حضور بالبدايه شنو العذر الان؟ اكو عذر عادي وهنا محاضرتين كل محاضره بها غياب عادي جدا زين. فنكمل عندنا هذا مثال آخر. هذا المثال آخر راح يكون عندنا عندنا فيكس سبورت بنقطة A، عندنا هينج بنقطة C، وعندنا رولر بنقطة B. المطلوب من عندك إنفلونس لاين للمومنت إبسي. من يقدر يجاوب لي مباشرة شنو شكل الإنفلونس لاين بالنسبة للمومنت آت سي؟ من يقدر يجاوبني على هذا السؤال؟ زين بعد خلينا نشوف اجابات. بالمناسبة ولا اجابة صحيحة. شنو ثابت اعتقد حيدر؟ سول شنو قصدك؟ زينب هم شنو قصدكم؟ وضحوا لي. خلي اقول لكم فد ملاحظه قلتها سابقا. شنو صفه شنو اهم صفه من صفات الهنج؟ الهنج شنو صفه اهم صفه من صفاته؟ يعني قيمه العزم دي صفر. زين اذا انا اقول لك ارسم الانفلونس لاين للعزم بسي وهو هنج ايش راح يصير الرسم على الانفلونس لاين؟ صفر. ما بيعزم خط مستقيم راح يكون خط مستقيم ويا صفر. كاتب لك هنا مومنت ات هينج از اولويز زيرو ريجاردلس ذا لود بوزيشن. فالانفلونس لاين ماكو هنا ترسم لي خط تقول لي صفر، ماكو انفلونس لاين للسي لانه من صفات الهينج هو انه قيمه العزم بي تساوي صفر. وان فكروا قبل الاجابه فكروا، وانا قايلها كم مره مكررها يعني خوف احنا خوف منعي في القبل لازم نربط موضوع بموضوع صحيح؟ زين فهذه ان شاء الله ما تنسوها بعد. المومنت بالهنج دائما يصير صفر بغض النظر عن اي شيء، فهنا ماكو رسم انفلونس لاين للمومنت بسي. سؤال اكو؟ بالنسبة لنا هسه راح ناخذ مثال اخر.
المثال الآخر هذا عندي continuous beam، المطلوب فيه هو رسم الـ influence line. عادة هو رسم السؤال يقول لك draw the influence line أو construct the influence line. مثلا يعطيك مجموعة من الشغلات من ضمنها مثلا المومات آتي. هذا البيم عبارة عن قطعتين، القطعة الأولى هي A E B C ناقلين، وعندك القطعة الثانية هي C الأنجل الهنج، يعني يسوي البيم قطعتين إلى هنج واحد حسب الأعداد مالتين. فش أسوي؟ أسوي كسر هنا اللي على اليسار أفره مع عكس عقرب الساعة، على اليمين مع عقرب الساعة، وأثبت الرياكشنات، يعني أثبت الـ A وأثبت الـ B وأثبت كذلك نقطة D. زين، فمن أثبتين شو أسوي؟ أبدي أرسم الجزء الـ AE راح يرتفع بهذا الشكل، يعني عكس عقرب الساعة. الجزء الثاني راح يرتفع بنقطة E، يمر بنقطة B اللي هي صفر، بعدين ينزل جوا بالسالب C وينتهي ويرجع صفر بنقطة. فهذا عندنا راح يكون الانفلونس لاين الخاص بالمطر. طبعا الارتفاع بالنسبة لنقطة E هو وحدة واحدة، فإذا عدنا الأبعاد بالسؤال أنا هسه قاعد بس أوضح لكم الإشكال، فلازم يعطي أبعاد بالسؤال حتى تعرف النسبة إيش كده. فهذا عدنا رسم الانفلونس لاين الخاص بالمومن نقطة E. واضح الشكل شلون صار؟ قاعد ناخذ مجموعة من الأمثلة حتى تعلمون، يعني يتعزز فهمكم، يتعزز الفهم مالكم والتخيل بالنسبة لهذه القضية. واضح؟ ماكو سؤال يعني. واحنا هم قريب نخلص على مود اعطيكم استراحة قبل المحاضرة الجاية. زين؟ اعطيكم استراحة. فقريب نخلص، ما بقى شيء بالنسبة للجزء الأول. عندنا هذا أيضا continuous beam. طبعا هذا البيم كم قطعة هسه؟ قبل ما نبدأ بكل شيء كم قطعة عندنا هذا البيم؟ إحنا هسه مطلوب من عندنا influence line للمومنت، بس هذا كم قطعة البيم؟ من يقول لي قطعتين؟ عافية. عندك الجزء الأول اللي على اليسار هو ال A B C لغاية الهنج، ومن الهنج إلى الأف هذه قطعة ثانية، قطعتين راح يكون عندنا. زين، المطلوب من عندنا رسم الـ influence line للمومنت آدي. شو أسوي؟ أسوي كسر هنا بهاي النقطة، فراح يصير عندي البيم هالدور ثلاث قطع، ثلاث قطع راح يكون عندي. اللي على اليسار ندورها عكس عقرب الساعة، على اليمين مع عقرب الساعة، كلها اللي فوق يصعدن. فبالنسبة لنا من نثبت نقطة F ونقطة E، هل هذا الجزء راح يصعد عندنا؟ الجزء اللي على اليمين اللي هي DEF هل راح يصعد عندنا؟ لأن يعني النقط عندي هو خط مستقيم، نقطتين في صفر، النقطة الثالثة شنو والرابعة؟ إيش راح يصير؟ ثابت، عفوا، راح يصير ثابت. فراح يصير عندنا ثلاث قطع، القطعة الأولى الخضراء هي ABC، القطعة الثانية هي CD، والقطعة الثالثة هي DEF. اللي على اليمين أبدا ثابتة، اللي على اليسار هنا أنا شو مسوي؟ راح أدور عكس عقرب الساعة، وطبعا أنا نهاية عندي كسر ويمها هينج، فراح يصير نزول بهالشكل هذا ويمر بنقطة B، وهذا 3NA راح يصعد بهالشكل. فهذا الانفلونس لاين الخاص بالمومنت بنقطة D، خاص بالمومنت بنقطة D. ليش بدأ من الصفر؟ لأنه هذه هنا قطعة هي ثابتة، هنا دي ثابتة لا راح تصعد ولا تنزل، فراح يدور شنو؟ عكس عقرب الساعة، ينزل من الهين يروح للرياكشن اللي هو صفر، يرتفع بالفريات اللي هو أي. إخوان، عندكم سؤال بالنسبة لموضوع المحاضرة الأولى أو الجزء الأول من هذا الموضوع؟ خلص أرسل، إحنا أريد نعطيكم المبادئ الخاصة بهذا الموضوع. ليش ندرس الانفلونس لاين؟ شلون نرسم الانفلونس لاين بالنسبة للرياكشن، بالنسبة للشير، بالنسبة للمومنت؟ المحاضرة القادمة اللي هي راح تكون تقريبا فقط ساعة، يعني لأنه وراها عندكم كويز، ويا ريت لو واحد يذكر خاف يعني ياخذ الوقت في الشارع. طبعا غياب هذه المحاضره مختلف عن غياب المحاضره القادمه، فاللي يحضر هسه ويحضر ذيك ترى غياب يعني. فبالنسبه لهذا الجزء الاول خلاص ماكو سؤال.
ما دام ما في سؤال راح أعطيكم استراحة شوية إلى أن نرجع إن شاء الله في 10:30 زين إخوان. إن شاء الله ملتقانا برابط البث الثاني اللي هو اسمه إنفلونس لاين رقم 2.